أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ مع أهم العناوين. الهيئة نت مفوضية حقوق الإنسان تدين جرائم بشعة على الجيش الحكومي في الموصل. البصائر، دور إيران التخريبي في العراق، تدخلات سياسية وغزو عن طريق المخدرات. المدى، الحكومة ترفض إعداد موازنة تكميلية وتباشر العمل بموازنة 2020. الزمان، النزاهة جادون في استرداد عبعوب من السلطات السورية. كتابات، واشنطن للعراق وسوريا، قتلنا منكم أكثر من 1300 مدنيا بالخطأ. القدس العربية، القضية الفلسطينية وتوترات المنطقة وإيران تتصدر كلمات القمة الإسلامية. وفي العرب الجديد، البرلمان العراقي يفتح ملف أقرباء المسؤولين بعد عطلة العيد. يصلون ويصومون ويذهبون للحج كل عام ليطهروا أنفسهم، وينتظرون المخلص لأنهم غير قادرين على ضبط سلوكهم وجشاعهم وأنانيتهم، وهم نادمون بالقول ولكنهم لم ولن يشبعوا. إنهم يعلمون بأن المال حرام، وأن الله حرم السرقة في كل الأديان والشرائع، وهو مال الدولة، وهم أمناء على خزينة الدولة من أجل عامة الناس، ولكنهم ضعاف النفوس والخلق، والدناءة تشربت في أجسادهم، يتسابقون على المغانم وهم يعلمون أنها ليست لقطة في شارع أو فلا، إنها أموال دولة وأموال أرامل وفقراء ومساكين. عن حال الشعب العراقي مع الطبقة السياسية كتب أدهم إبراهيم في صحيفة الزمان العراقية. الطرق غير معبدة، ومياه الشرب آسنة، والطاقة الكهربائية متوقفة، والنفايات تملأ الشوارع والحارات، وسجون مكتظة بالأبرياء، وهم يتباكون على عملية سياسية فاسدة، ولا يبكون على طفل جائع أو مريض محروم من الدواء. إنهم يخشون على العملية السياسية من الانهيار، وهم يعلمون جيدا أنها عملية غش واحتيال، فليس هنالك من إدارة أو سياسة، لأنهم يجهلونها، وجلهم لا يخرجون من الوظيفة إلا بالركلات، ويتم تدويرهم سنة بعد أخرى كالنفايات. كل هذه المظاهر والشواهد مرت أمام عيني وأنا أشاهد رئيسة وزراء بريطانيا وهي تقدم استقالتها وتبكي على وطنها الذي تحبه. وبالرغم من أنها لا تعنيني من قريب أو بعيد، إلا أنني تساءلت من سيبكي على وطني وهو في هذه الحالة التي يرثى لها، وكم من السياسيين والبرلمانيين من يحب وطنه حقا إلا من رحم ربي. الشعوب لا تنهض بالدعوات والأمنيات، وإنما بالعمل الجاد ونبذ التفرقة والوقوف بوجه الفاسدين، كل الفاسدين من أي طائفة أو دين. هذا الوطن الذي يجهلونه هو كل ما نملك، وهم باعوه للأجنبي، لأنهم وفوق هذا في قمة العمالة والخيانة كله يدعون الورع والتدين، وجباههم مكوية لإثبات إيمانهم، وتحمل أيديهم خواتم ثمينة من المال، ومعهم رجال دين منافقون الحرام، يعظون ويفتون ويحللون ويحرمون. نحن نعلم أن إصلاح الدولة بأيدي هؤلاء صعب التحقيق، ولكن أن يتمادون أكثر وأكثر في النهب والسرقة وأكل الباطل والتزوير، وهم يتحدثون عن الفساد، وقد وصل الفساد إلى الشارع والبيت، فأضعف التآلف والتآزر فأضعف من التآلف والتآزر بين أبناء الشعب الواحد، ومزق نسيج المحبة والوطنية التي كانت سائلة في المجتمع.
أود قبل كل شيء وأنا أبلغ 76 العمر ومراقب دقيق للأحداث منذ الستينيات أن أوضح للقارئ الكريم أن القطاع الحكومي العام أو أي دائرة حكومية لم يتعرض أي منها لأي حادث حرق إلا ما ندر، والسبب الأوحد يكمن في خشية الجميع من القانون. أملاك الدولة خط أحمر، المدرسة مهابة والدائرة محترمة، ومركز الشرطة نقطة يخاف منها الجميع، ولباس الدولة الميري على حد قول المصريين له مكانة قانونية واجتماعية. ولقد كان المعلم يربي الأجيال على حب المال العام وعدم التعرض له، لأنه ليس مال الدولة وإنما هو مالنا نحن. عن الحرائق في حقول الحنطة، أو كتب خليل إبراهيم عن حرائق الحنطة في موقع كتابات. فقدان عامل النزاهة وتصدر عامل الفساد بعد 2003، وأن الكل الفاسد بدأ يبتدع أساليب حرق أو إغراق الممتلكات العامة للتمويه وإخفاء جرائم السرقة والاختلاس. ولقد كان لمسلسل إحراق الوزارات والبنوك والأقسام الخاصة بالعقود في الكثير من دوائر الدولة أن تحول الموضوع إلى قضاء وقدر أو تماس كهربائي تشترك فيه جهات فاسدة متعددة. وكان دور القضاء دوراً مكملاً أو خائفاً أو جزعاً من حجم وكبر مرتكب الجريمة. ولقد بدأت جرائم التلاعب بالاقتصاد تأخذ أشكالاً متعددة، ولكن نهاياتها تدمير مستقبل هذا البلد وبدماء باردة لا تعرف الخوف. وكان آخرها مسلسل حرق الحقول المنتجة لقوت المواطن، حقول الحنطة والشعير، وعلى نحو ملفت للنظر ولم يسبق له مثيل، وفي المحافظات المنتجة. ولقد أفادت مديرية الدفاع المدني أن المساحات المحترقة من الحقول بلغ 7814 دونماً خلال 21 يوماً، وللقارئ حق تقدير الخسائر. والسؤال المهم اليوم: لماذا كل هذه الحرائق؟ ومن هو مرتكب هذه الجريمة البشعة بحق نعمة الله وفي موسم مياه الأمطار؟ ولماذا؟ يتساءل الكاتب لماذا هذا الحرق المبرمج بعد إعلان وزارة الزراعة بأن العراق مكتف ذاتيا في إنتاج الحبوب. الجواب واضح، أن هناك عناوين وشركات كانت تتعاقد مع وزارة التجارة لتوريد الحبوب، وأن الاكتفاء الذاتي ليس من مصلحتها. والنتائج مبشرة بالشرور، لأن مافيات التجارة والسياسة والإرهاب باتت تتعامل في كل الأمور، والخوف من المخفي والمستور. يوما بعد يوم تؤكد الوقائع أن إرهاب الميليشيات العراقية غير المنضبطة طفح خارج البيت العراقي. فبعد ثبوت أن بعض ميليشيات الحج الشعبي تقاتل مع النظام السوري، وجدنا أنفسنا اليوم أمام ميليشيات عراقية في ألمانيا، وربما لديها خلايا نائمة في أوروبا. في بقية أوروبا كانت علنية ولم تستخدم التقية في طروحاتها، وأكدت أنها تقف ضد كل من ينتقد الحشد الشعبي والمرجعية عن الميليشيات الدينية في العراق وخارجه، كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. هؤلاء استغلوا الحرية الموجودة في أوروبا استغلالا سيئا، وفي العام 2016 أسسوا عصابات بدعوى مغلفة على اعتبار أنهم فريق دراجات بخارية شبابية، ومع مرور الزمن ظهروا على حقيقتهم وباسم علني وصريح، وهو السلام 313، وصاروا يعتدون على كل من ينتقد الخراب في العراق. ميليشيات ألمانية بزعامة محمد المندلاوي من يقف وراء تمويل هؤلاء، وخصوصا أن صفحات العراقيين في أوروبا تؤكد أنهم تلقوا تدريبات عسكرية وبدنية في دول شرقية لم يحددونها. ويوضح بنية أن أنشطة المجموعة لا تنحصر على ألمانيا فحسب، بل تتعداها إلى دول أوروبية أخرى مثل السويد والدنمارك وهولندا، وأن المجموعة تتعامل بدون تأنيب ضمير مع أي شخص، وأن الذين يأتون إلى أوروبا يجب أن يلتزموا بالأدب والأخلاق، ولا ندري هل هم وكلاء لجهة دينية
أم مجرد عصابة إرهابية في أوروبا؟ إرهاب جماعة السلام 313 لم يتوقف عند حدود ألمانيا، بل وصل إلى النمسا واعتدت بالضرب على مصطفى الحجية المعروف بانتقاده للأوضاع في العراق، وأكاد أفرادها أن يقتلوه لولا تدخل المتواجدين في المكان. الإرهاب الميليشياوي تجاوز حدود العراق، وعليه ينبغي على الدول الأوروبية وبمساعدة الأطراف ذات العلاقة العمل على تحجيم هذه الميليشيات، وبالذات مع توافر الأدلة المؤكدة لإجرامها في العراق وأوروبا، وإلا فإنها ستكون قنبلة موقوتة تنشر للفوضى الأمنية والسياسية في عموم أوروبا. وكان الله في عون العراقيين، فالموت الأحمر والإرهاب الأسود يلاحقهم أينما ارتحلوا، وكأن قدرهم ألا يجدوا سبيلا لحياة مليئة بالسلام والأمان والطمأنينة. صوت الحرب هو الأعلى في أفق الأيام المقبلة، واللافت في ملف الصراع الأمريكي الإيراني دخول إسرائيل العملي على خط الحرب المباشرة في ضرب قواعد ووجود القوات الإيرانية في سوريا، والتهديد بملاحقتها في العراق ولبنان وداخل إيران، وادعائهم بوجود مخازن السلاح الذري في إيران، كما أعلنها رئيس وزراء إسرائيل في خطابه في الأمم المتحدة وعرضه للصور ووثائق، الأمر الذي يجعل جدية الحرب تتقدم في ظل انعدام أي مبادرات دولية للحوار والسلام، ما يجعل الشرق الأوسط يقترب مشفى بركان، إذا انفجر فسوف تحدث كارثة تحت عنوان الأزمة الإيرانية الأمريكية والخسائر. نجاح عبد الله سليمان كتب في صحيفة القدس العرب. على الجميع أن يتذكر جيداً أنه سبق أو وثقت منظمة اليونيسيف آثار الحصار على العراق بقولها إن 5000 طفل عراقي كانوا يموتون شهرياً بسبب الحصار، ووثقت مؤسسة الأبحاث البريطانية ORB موتى 2,100,000 مدني عراقي منذ الغزو الأمريكي للعراق حتى عام 2007. المسؤولون عن قتل العراقيين بالحصار والعدوان العسكري ليسوا بوش الأب والابن وتاتشر وبلير فقط، بل كل من أعطى الذرائع لهذا الحصار والعدوان. مع مرور العقود جاء ترامب وبومبيو والحلفاء في جوار العراق، فقد أضحى العراق ضحية بين خطيئة سابقة لبعض العرب وخطايا حكام أمريكا. عليه في العراق المقسوم بين أمريكا وإيران، هل سيكون ساحة حرب؟ وهل يدخلها بالإنابة عن هذا الطرف أو ذاك؟ فالعراق أضحى اليوم هو الخط الأقوى من العراق الأمريكي، ووجود الأذرع العسكرية لعشرات الأحزاب والتنظيمات والميليشيات التابعة لإيران وتهديدها الصريح لأمريكا يضع العراق في حسابات الربح والخسارة للطرفين، وفي ظل حكومة عراقية تعاني تشتتا في الموقف الوطني وهيمنة الاستقطابات الطائفية والعرقية، فإن العراق سيكون مسرحا مفتوحا لصراع الآخرين. ختم الكاتب مقاله بأن العراق سيكون مسرحا لصراع الآخرين، وأي طرف ينتصر في هذه الحرب المدمرة فلن يقبض العراق سوى الخراب والتدمير. من يراهن على بقايا عقل في رأس النظام الإيراني لتجنب الحرب والصراع عليه أن يطالب بجد حساب للدمار الذي تسبب فيه مشروع الملالي في المنطقة. بهذه العبارات افتتح الكاتب حامد الجيلاني مقاله في صحيفة العرب اللندنية. مستشار الأمن الوطني في حكومة العراق فالح الفياض هو الذي يترأس هيئة الحشد الشعبي، يقول بكل قناعة إن العراق ليس بإمكانه أن يلعب دور الوسيط للتهدئة بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه اعتراف بغياب العراق كدولة مستقلة وذات سيادة على أراضيها وقرارها، بمعنى أن العراق بعد الاحتلال تحول مناصفة بين الولايات المتحدة وإيران، والمناصفة لا تتعلق بما يراه العراقيون من ميول لهذا الطرف أو ذاك،
نتيجة لرص الاستهداف والفقر والإرهاب، فالأمر يتصل بمتطلبات المشاريع الدولية والإقليمية وما تفرضه من انقسامات لا يمكن معها تصور تغول الميليشيات المنضوية تحت قانون هيئة الحشد وامتيازاته السياسية والتسليحية والاقتصادية، بعض من دوافع الوطنية العراقية للنهوض أو مقاومة التواجد الأمريكي في العراق. خطابات زعماء الحشد ومراجعتهم لإصداء إطلاق الكاتيوشا على السفارة الأمريكية بعد التحذير الذي استدعى الحضور المفاجئ لوزير الخارجية مايك بومبيو وإلقائهم التبعات على جهة ثالثة وترويجهم لالتزام الحشد بقوانين الدولة وسياساتها في الحياد، وبفتوى المرجعية المذهبية في النأي عن أي صراع بين أمريكا وإيران لن تقرأ إلا بكونها محاولة للتستر بفتنة متجددة تقوض أي ترميم لتداعيات زلزال الاحتلال وارتداداته الإيرانية. ويضيف الكاتب الطرف الثالث تطلب حضور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني مسرعا إلى العراق لاغتنام إطلاق الكاتيوشا وتحويلها إلى توصيلة حوار دبلوماسي مع الولايات المتحدة وإلى تهويمة من التناقضات وتبادل الاتهامات وتشتيت الأزمة على طريقة الضربات الكيماوية في سوريا، خاصة ما يمكن أن تطرحه من مستجدات بعد إشارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لمسؤولين في إيران عن الأعمال الإرهابية المتعددة بعد التحذير الأمريكي وبالذات خرق الكاتيوشا للخط الأحمر الذي رسمته زيارة بومبيو الطارئة. مع أي فرصة للانتقال الديمقراطي في المنطقة وخاصة بعد أي ثورة شعبية سلمية تتغير موازين القوى وتفرض واقعا جديدا يلوح في أفقه أمل البناء المؤسساتي الديمقراطي، إلا أنه يصطدم دائما مع إشكالية مزمنة وهي تضخم الدور السياسي للجيش باعتباره المؤسسة الأكثر تنظيما وانضباطا ورمزية، وهو ما يضغط بقضية محورية وهي إشكالية العلاقة بين الجيش والشعب والسلطة السياسية، ما يطرح جدلا متصاعدا حول دور المؤسسة العسكرية وتأثيراتها على مسار الانتقال الديمقراطي وانعكاساته على الحياة السياسية، مقال للكاتب ناصر حمدادوش في صحيفة الشروق الجزائرية. أثبتت تجارب الانتقال الديمقراطي أنه كلما ضعفت شرعية السلطة السياسية كلما كان تدخل الجيش في السياسة أقوى، ولذلك فإنه من أهم عوامل نجاح هذا التحول هو تحالف القوى السياسية والمدنية وتوافقها على رؤية سياسية وطنية موحدة تتمكن فيها من التفاوض على انتقال السلطة وتتولى فيها تسيير المرحلة الانتقالية وعدم تسليمها للمؤسسة العسكرية أو الاصطدام معها، وهو ما ينسب من طموحات الجيش ويخفف من تأثيراته على الحياة السياسية، وخاصة أمام منجز عدم انقسام الطبقة السياسية ونجاحها في طرح البدائل الممكنة. ولن تكون المؤسسة العسكرية صادقة في الانتقال الديمقراطي وفي احترام الإرادة الشعبية وفي التناغم مع المطالب المشروعة للثورة السلمية إلا إذا قبلت بالخضوع للسلطة السياسية المدنية المنتخبة وتمتعت بمعايير الشفافية في تسييرها وبالرقابة والمحاسبة في ميزانيتها وبالديمقراطية في هيكليتها وبنائها. وسيكون من أعظم الإشكاليات في الانتقال الديمقراطي هو غلق قنوات الحوار والتفاوض بين المدنيين والعسكريين وما يتبعه من مشكلة الاحترام واهتزاز الثقة وسوء التفاهم بينهما. لابد من آلية تمكن المدنيين من معرفة رؤية العسكريين وإبعاد قضاياهم الاستراتيجية، وفي نفس الوقت لابد للعسكريين من معرفة أهداف المدنيين وأبجديات الانتقال الديمقراطي وموقع المؤسسة العسكرية ومستقبلها في ظل النظام السياسي الجديد، لأن أي انتقال ديمقراطي ناجح لابد له من عقلانية بعدم إقصاء الجيش منه، ولابد له من حكمة بعدم التسليم المطلق له بحسب الكاتب.
انتقد نشطاء تونسيون افتتاح مدرسة يهودية، قالوا إنها تقدم تعليما دينيا للفتيات في جزيرة جربة، فيما نفت وزارة التربية التونسية أي علاقة لها بالمدرسة المذكورة. وكان حاخام فرنسي يدعى موشي لويون نشر صورا تداولتها عدة صفحات اجتماعية عن مشاركته في افتتاح مدرسة يهودية للفتيات على هامش الزيارة السنوية لكنيسة الغريبة في جزيرة جربة. واعتبر النشطاء أن وجود هذا النوع من المدارس ذات الطابع الديني يهدد مدنية الدولة، حيث دون يوسف الشاذلي مدرسة الجمهورية التونسية يجب أن تكون مدرسة مدنية لكافة المواطنات والمواطنين، تؤسس للديمقراطية والفكر النير، ولا يجب أن تميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس. والآن مع الكاريكاتور. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.